خبر أنا أشوفه خبر مهم جدا 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 لكل الأسباب، لأنه متعلق باتنين من أهم وأكبر فنانين الوطن العربي، متعلق بالأستاذ سعيد صالح الله يرحمه يا رب، اللي بشوفه أقوى كوميديان عرفته المنطقة العربية، أنا بتكلم بجد ده رأيي يعني، ومتعلق بالأستاذ عادل إمام الأسطورة الحقيقية. طيب أستاذ عادل إمام اتصل بزميلتنا العزيزة هند سعيد صالح علشان يطمنها على صحته ويقول لها انه كويس. خلونا ناخد معانا زميلتنا العزيزة هند سعيد صالح. ازيك يا هند؟ كيف عاملة ايه؟ ايه احوالك؟ الحمد لله كله تمام؟ اه الحمد لله الحمد لله. قولي لنا ايه بقى حكاية المكالمة دي؟ والله هو انا اسفه اولا ان انا عملت الدوشه دي كلها، انا مكنتش متوقعه كده خالص، يعني انا فجاه لقيت الدوشه كل الدنيا كلها بتتكلم في ان عادل امام كلم هند سعيد صالح. بس انا عايزه اقول لك ان الموضوع بالنسبه لي مش مفاجاه قد ما هو التوقيت اللي مفاجاه. يعني انا في ناس كتير فهمت انه ده حدث بالنسبه لي عظيم، لا هو انا عادل امام في حياتي من عمري، في حياتي انا من عمري طبعا. فهو الحدث بالنسبه لي انه اولا انا كنت اولا انا بقالي فتره في اشد الاحتياج لبابا الله يرحمه فلما يعني انا مستنيه ابقى اشوف بابا في حلم، مستنيه بابا في حق، يعني انا بقى عايزه بابا دلوقتي. فلما الاقي المكالمه زي دي دلوقتي من غير مناسبه، هو الفرحه عندي فرحتي كانت في حكايه انه من غير مناسبه، من غير عيد، من غير ذكرى، من غير يعني مفيش مناسبه للمكالمه، ده اللي اقصده. فحسيت ان انا بكلم بابا فعلا، وانا قلتها له في التليفون ان انا سعيد صالح اللي كلمني دلوقتي مش عادل امام. يعني انت فجاه قاعده لا بيكي ولا عليكي اه ولقيتي التليفون بيرن؟ ايوه هوب ببص ايه ده؟ لا مش ايه ده، مش رقمه، رقمه هو مش رقمه، هو رقمه انا طبعا عندي بس مش رقمه، هو رقم مرات رامي. اوكي. لانه مرات رامي صاحبتي. حلو. والولاد مع بعض في المدرسه مش ما يعرفوش بعض، سن مختلف بس انا يعني انا على اتصال بياسمين على طول. حلو. فبرد على اساس انه صاحبتي بتطلبني. يعني بقى الموضوع بعيد كل البعد عن انه في حدث تاني هيحصل دلوقتي، جلل هيحصل دلوقتي. ايوه يا ياسمين. ايوه يا ياسمين سألتي انت نايمه؟ قلت لها لا، قالت لي طب خدي كلمي. والله يعني عارفين بقى، وقاعده في البيت وبراحتي. اوكي. فقمت بقى اتنطرت بقى لان فرحانه فرحه العبيط بجد، يعني مش قادره اقول لك سماعي. انت بتضحك، انت عارف مصطلحات يعني؟ طبعا طبعا، يعني بنت الاستاذ سعيد يعني مش ممكن برضه، لازم يبقى في مصطلحات وافيهات 24 ساعه. كملي. والله بجد ففرحانه. وانت عامله ايه؟ ولادك عاملين ايه؟ وجوزك عامل ايه؟ قلت له الحمد لله وحشتيني والله وعايزه اشوفك، انا قاعد في البيت تعالي لي على طول. قلت له بص انا واحد خلص امتحانات، واحد لسه الاسبوع الجاي هيخلص، فهخلص واجيبهم لك. بس هو المكالمه كلها كانت ازيك واحوالي واحوالك ووحشتيني، فانا فرحت لانه انا كنت محتاجه ده. يعني ربنا بعتهولك يا هند. والله يا يوسف اقسم بالله كنت محتاجه طبطبه في اللحظه اللي ياسمين اتصلت فيها دي، انا كنت محتاجه حد يطبطب عليا، مش اي حاجه تانية، وبالاخص بابا. فبما ان بابا مش موجود فانا حسيت فعلا ان ربنا بعت لي، لانه انا بالنسبه لي يعني انت بتقول الاسطوره عادل امام، الزعيم عادل امام، الفنان عادل امام، هو بالنسبه لي عمه عادل امام طبعا. فالموضوع عندي مختلف، يعني رؤيتي للبني ادم الكبير قيمه عندي انا مختلفه تماما عن رؤيه الناس لي، لانه انا يعني فعلا من ريحه الحبايب، فانا بتعامل مع الموقف على انه الموضوع يخصني. طب طبعا علي انا كهند. صح. طب هند، في ناس دايما تحب تتكلم وتفتي وتدلي بدلوها فيما لا تعلم، فيجي يقول لك ايه على فكره ده عادل امام ما بيسالش على هند سعيد صالح. ده كتير قوي بشوفها في الكومنتس كتير قوي، وبتبقى ايدي بتاكلني ارد. بس برجع اقول هجيب لنفسي المشاكل وجع الدماغ. فبس عايزه اقول حاجه يا يوسف دلوقتي، انت وواحد صديق ليك ايا كان اسمه، هل انت لما بتتصل بصديقك اللي من جوه الوسط بتعمل فرح، بتكتب بوست، بتبلغ الدنيا كلها؟ انا عملت ده امبارح لان نفسيا انا كنت محتاجه اعمل ده، مش لانه عادل امام ما بيسالش على هند، او لان الوسط الفني كتير بقى يعني مش بس بتتقال. انت عايزه بابا فجالك رفيق العمر. فجأة والله هي الـ يعني حتى هتلاقي جملة في البوست فجأة ومن غير مناسبة، هي الفرحة عندي في إنها فجأة ومن غير مناسبة،
وانه في اسم حد تاني ظهر على الموبايل مش في الحسبان طبعا. انما بقى حكايه ما بيس... انا بس عايزه الشخص اللي قرر انه ما بيسالش عني مين بلغك الخبر ده، يعني عايزين نعرف مين اللي عايش معانا ده وعارف اكتر مننا مثلا. يعني انا عملت ده، وبعدين يجي يقول لك اهو ده دليل على ايه؟ ما بيسالش دليل على مين حضرتك؟ يعني هو فين الدليل ودليل على ايه؟ هو الدليل على العكس، ده دليل على انه بيسال. لا انا الفكره بس انت مين وصل لك انه ما بيسالش عني او بيسال عن، يعني ليه حضرتك قاعد معانا في حياتنا؟ ده اللي بيضايقني دايما، او في حياه اي حد. يعني ليه شغلك قوي دايما ان الوسط الفني ما بيسالش على بعض؟ حضرتك عارف منين انه ما بيسالش على بعض؟ يعني عارف منين ان النهارده الكلمه الرائجه بقى بتاعت الوسط الفني ما بيسالوش على بعض ومش عارف وغياب الكذا، يعني نفس الكلام اللي اتقال ساعه جنازه بابا، هو فين الوفاء؟ ما فيش ولا فنان حضر الجنازه. ايوه ما فيش فنان حضر الجنازه، لان بابا مات جمعه الصبح 5 شوال، فكله خارج من تصوير رمضان. مسافر بقى بيصيف. ف5 شوال ما فيش حد موجود يوم الجمعه الساعه 11 الصبح صح تحديدا، بابا مات 11 وانا دفنت 3 العصر، مين هيجي لي من ايا كان السفر اللي سافره؟ انا اللي يعني هو ليه حضرتك بتقر حاجات مش موجوده؟ اصله مش خافي على حد، انه الله يرحمه يا رب طبعا مع حفظ الالقاب سعيد صالح كان الكل يحبه، ما فيش حد ما بيحبوش، الكل يحبه، اللي يعرفه واللي ما يعرفوش الكل بيحب سعيد صالح. يعني على فكره وده يعني ده بيبسطني اكتر من، يعني انا بحب بابا. انا بص انا قلت لك بابا مش سعيد صالح، انا بحب بابايا. يعني انتوا بتحبوا سعيد صالح الفنان، انا بحب اب. ففي نوعين حب، انا فعلا لما بشوف حد بيحب بابا الحب ده انا ببقى مبهوره ومخضوضه، لانه ايه ده؟ معقول؟ مش معقول عشان هو دمه خفيف او فن، لا يعني ده ابويا انا يا جماعه. يعني لما الاقي من غير عيد، يعني العيال كبرت في العيد، ذكرى لسه قريب كمان 3 4 شهور، لما الاقي فجاه من غير اي مناسبه بوست نازل عن سعيد صالح وكميه طبعا. الاف الناس بتدعي له، انا بموت تلاقيني على الصعيد تبقى جنب التليفون فرحانه. يعني ده صحيح والله غصب عني. صابته كان مذهل يا هند، يعني والدك مذهل مش طبيعي، مش هو ممكن والله. وغير الشاشه يعني انتوا شفتوا مذهل ومش طبيعي، انا بشوف اضعاف المذهل ومش طبيعي ده بره الشاشه. يعني هو كان سواء في كوميديا او في حنيه او في ابن بلد زي ما الناس دايما واخده عنه الفكره، الله يرحمه. في انا لما فقدت حاجه كبيره قوي 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 قوي، يعني اكبر من يعني كلمه اب دي. يعني انا ما اعتقدش ان في اب زيه، كل واحده شايفه أكيد. ابوها ما أكيد. حصلش اكيد يعني بس انا بقى بجد ابويا انا اللي ما كانش حصل. طب طمنينا بقى على صحه عادل امام والنبي. لا جميل والله الحمد لله، ربنا يديله الصحه وكمان وصوته حلو كده وصوته حلو يعني هو صوته اللي احنا عارفينه الحمد لله، صوته مش تعبان. وقعد يهزر ويناكف وينكش وحاجات زي كده العادي. عادل امام بيكلمك فانت متخيل. انت ما بتجيش ليه يا بنت انت؟ قلت له معلش انا اسف حقك يا حاجي، بس الاولاد يخلصوا امتحانات وحاجي على طول والله. الله يديله الصحة والله، الله يديله الصحة يا رب. هند مبسوط ان انا سمعت صوتك، وكنت لسه ببعت لجوزك بكري على التليفون بقول له بكري ما شفتكش بقالي كتير والنبي. كنت قاعدة جنبه. كنت قاعدة جنبه؟ طب انت بصيتي على طول في التليفون بكري بيكتب لمين دلوقتي؟ والله هو اللي قال لي شفت يوسف بيقول لي ايه دلوقتي، فهو اللي قال لي هو اللي حكى. حبيبي بكرتي ده. طيب هند اشوفكم على خير انت وبكري لازم قريب ان شاء الله. مبسوط ان انا سمعت صوتك، مبسوطين انك انت طمنتينا على الاستاذ عادل، مبسوط اكتر ان ربنا بعت لك المكالمة دي يا هند عشان يطبطب عليك. وانا اسفه والله على الدوشه اللي عملتها. اسفه ايه؟ ده انت فرحتينا يا شيخه والله. انا فرحانه فقلت يلا بينا نفرح، يلا نتشارك الفرح. ربنا يفرح ايامكم دايما وايامنا جميعا. ربنا يخليك الف شكر. كل الشكر ليك يا هند، كل الشكر لزي ما بقول كده صديقتنا وزميلتنا واختنا هند سعيد صالح.